بسم الله الرحمن الرحيم. في الليكشر دي هنتكلم على الكوندكتور او بالادق بيرفكت الكتريك كوندكتور، موصل تام التوصيليه المقصود بكلمه سيجما ايكوال تو انفينيتي. وكمان هنتكلم على لما يكون عندي كوندكتور الانترفيس بينه وبين اي دايلكتريك، هيبقى البيهيفير اوف الكتريك فيلد على الانترفيس عامل ازاي. فطبعا اي بيرفكت الكتريك كوندكتور ده موديل ممكن استخدمه واحاكي بيه الكبر واحاكي بيه السيلفر واحاكي بيه الجولد، بحيث انه يكون الكوندكتيفيتي بتاعتهم كبيره في اون ذا اوردر اوف 10 باور 7 10 باور 8 وهكذا. طب ازاي؟ طبعا لما يكون عندي سيجما الكوندكتيفيتي ايكوال تو انفينيتي، فانا بتكلم على كارنت. طبعا الكارنت دنسيتي جي تساوي سيجما في اي سيجما في الالكتريك فيلد. فطبعا لما بتكلم على سيجما بما لا نهايه وهتضرب في اي حاجه، فالاوتبوت لازم يطلع ما لا نهايه. وطبعا شيء طبيعي انا ما عنديش اي كارنت دنسيتي ايكوال تو انفينيتي، فعشان اخرج من الدايلما دي فاقول الحل هنا انه الالكتريك فيلد يبقى ايكوال تو زيرو. طيب زيرو multiplied by infinity معنى كده ان الكلام ده يطلع undefined number، ما اقدرش احدد القيمه عامله ازاي. وبالتالي على سبيل المثال لو انا افترضت ان السيجما دي ما لا نهايه والسيجما ما لا نهايه مثلا سي 5 على 0 مثلا تايمز الاي اللي هو بصفر، صفر راح مع صفر يطلع بخمس، او 6 على 0 تايم الصفر يطلع بستة وهكذا. يبقى عشان اخرج من الدايلاما عشان اقدر امثل بيرفكت الكتريك كوندكتور والجي تطلع بقيمه ديترمايند او قيمه فاينايت، قيمه محدوده مش انفاينايت، لازم الالكتريك فيلد inside البيرفكت الكتريك كوندكتور لازم ايكوال تو زيرو. فده اول قاعده في البيرفكت الكتريك كوندكتور. لما يكون عندي كوندكتور ممكن الكوندكتور يكون ريكتانجل او بلوك بالمنظر ده كده، يكون مستطيل، وبالتالي ده مثلا ممكن اقول عليه جولد ولا حاجه، فاقول الكتريك فيلد هنا بصفر. وممكن يبقى على شكل سفير على شكل سلندر ايا كان، فيبقى الكتريك فيلد جواه بصفر. يبقى اول قاعده اي بيرفكت الكتريك كوندكتور يعني الكوندكتيفيتي بتاعته كبيره اون ذا اوردر اوف 10 باور 7 10 باور 8 او قريبه للما لا نهايه زي ما بنقول، فبنقول الكتريك فيلد انسايد الكوندكتور ايكوال تو زيرو طبعا ببساطه خالص لو انت جيت قلت طب انا عندي حاجه اسمها قانون جاوس، فقانون جاوس بيقول عشان تقدر تحسب الكتريك فيلد انسايد الريجون ده، هي بتقدر تحط قانون جاوس بالمنظر ده كده وتقول بقى الالكتريك فلكس اللي هيخرج بيساوي الكيو انكلوزد، وعشان يطلع الالكتريك فيلد قيمته بصفر يبقى كيو انكلوزد بصفر. ودي القاعده الثانيه دلوقتي اللي بنقول عليها، انه طالما انه الكوندكتور جواه الالكتريك فيلد بصفر يبقى الكيو انكلوزد جوه الكوندكتور هي كمان بصفر. طب الشحنات اللي جوه الكوندكتور بتروح فين؟ والله حاجه من الاثنين، لو شحنه موجبه وشحنه موجبه فيحصل بينهم ريبالشن فورس، راح قوه تنافر، فتلاقي كل الشحنات الموجبه تطلع على السطح، وبالتالي الشحنات اللي ايه الساكنه جوه الكوندكتور تبقى بصفر. او حاجه ثانيه لو الشحنه موجبه وسالبه يحصل بينهم اتراكشن فورس فيحصل عمليه نيوترال او تعادل، وبالتالي ما يبقاش في شحنات جوه الكوندكتور. يبقى الكوندكتور اول قاعده انه المجال جواه بصفر، تاني قاعدة ان الشحنات اللي جواه بصفر، وكل الشحنات تبقى دايما ريزايد على السيرفيس بتاع الكوندكتور زي ما احنا شايفين. يبقى دول قاعدتين مهمين جدا، ويبقى الكيو ريزايد on the surface of conductor. كويس جدا. طيب مبدئيا بقى لو الالكتريك فيلد الشحنات موجودة على سطحه من بره، بالتالي هتطلع مجال كهربي، وبالتالي المجال الكهربي بيبقى دايما عمودي على السطح، المجال الكهربي بيبقى دايما عمودي على السطح زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. وده سهل جدا نستنتجه ببساطة خالص من الباوندري كونديشن. ازاي؟ فلو مثلا ببساطة خالص لو انا عندي سطح بيفصل بين بيك بيرفكت الكتريك كوندكتور واي دايلكتريك ماتيريال بالمنظر ده كده هوت، ودي عبارة عن التانجنشال كومبوننت وده عبارة عن النورمال كومبوننت وده التانجنشال كومبوننت المركبه المماسيه واتجاه المركبه المتعامده، وبعدين رحنا خدنا سلندر بالمنظر ده كده بالمنظر ده اهو. اوكي فلو انا خدت سلندر بالمنظر ده فبقول ان السطح ده هوت
قيمه السطح ده عليه رو اس بالمنظر ده، فابدا اقول والله انه الالكتريك فلوكس اللي هيخرج من الاسطح دي على اساس ان الاتش هنا تقول للصفر، بتكلم على البيهيفير نير ذا انترفيس، وبالتالي هيبقى الدي 2 في الـ A ناقص D1 اللي هيخرج هنا في الـ A، الكلام ده يساوي رو S على السطح، وبالتالي هنا الـ DA اتفقنا الـ D عبارة عن إبسلون نوت E، الـ D الموجود هنا ده الكوندكتور، الـ D بتاعه هو الـ E، والـ E هنا أصلاً بصفر، وبالتالي يبقى الـ D2 اللي هو الإلكتريك فيلد أو الإلكتريك ديسبليسمنت فيكتور اللي خارج في اتجاه العمودي اللي هو دي 2 نورمال بيساوي بالظبط الرو اس، لان طبعا الاريا هتروح مع الاريا، وبالتالي بيساوي رو اس على السطح. يبقى القاعده الثالثه انه بالتالي يبقى الاي 2 ان هو برضو عباره عن رو اس على ابسلون نوت ابسلون ار في الميديوم الثاني. وبعد كده يبقى معنى كده ان لو عندي كوندكتور يبقى الالكتريك فيلد عمودي تمام، والمماسي بتساوي صفر، ده شيء طبيعي، المماس بيساوي كام؟ يساوي صفر، لانك انت برضو لو طبقت الباوندري كونديشن الثانيه اللي بتقول، راجع محاضره الباوندري كونديشن، خدنا عباره عن لوب مسار وجمعت طبقت الكونزرفتيف لو اللي هو تكامل الاي دوت دي ال ايكوال تو زيرو، كملت من الاي للاي، وطبعا بهمل الكومبوننتس في اتجاه العمودي لانه السكنس بيقول للصفر، وبالتالي يبقى عندي الكتريك فيلد هنا وهنا، فالكتريك فيلد من هنا يساوي هنا، وبالتالي التانجنشال كومبوننت عند الانترفيس تساوي صفر تمام، لان الكتريك فيلد جوه هنا بصفر، وبالتالي الكتريك فيلد بره هيبقى بصفر، فالكتريك فيلد المماس للسطح يساوي صفر، السطح الفاصل بين المعدن والعازل، والكتريك فيلد بس بيبقى عمودي قيمته تساوي قيمه التوزيع مقسومه على ابسلون نوت ابسلون ار. فدي عباره عن قاعده مهمه ثالثه مهمه جدا. فيبقى الكتريك فيلد بيهيفير بتاعه عند الانترفيس ما بين العازل وما بين المعدن عباره عن المركبه المماسيه بصفر، والمركبه العموديه لها قيمه وقيمتها تساوي قيمه الرو اس مقسومه على ابسلون نوت ابسلون ار. دي حاجة مهمة جدا. طيب الحاجة دي بتنقلنا لخاصية رابعة، لما يكون عندي سطح وإما أجي أحسب الإلكتريك فيلد على أي نقطة على السطح، هنا ألاقي المركبة الممسية بصفر، والنقطة دي سيسميها A والنقطة دي يسميها B، وأجي أقول له احسب لي المجال AB، احسب لي المجال AB، طبعا المجال AB يساوي إيه؟ تكامل من البي للA لقيمة الإي ضد دي ال. فأنا دلوقتي سي همشي في اتجاه إكس، فانا هكامل دلوقتي بالنسبه لدي اكس، فانا هجمع المجال اللي مركبته في اتجاه اكس. قال لا، طب ما هنا اصلا اتفقنا ان مفيش مجال في اتجاه اكس، الاي اكس بصفر، لان الاكس ده مماس للسطح، والمركبه الممسيه بين البيك وبين الداي الكتريك المركبه الممسيه تساوي صفر، وبالتالي يبقى فرق الجهد بين نقطتين موجودين على السطح يساوي صفر، وده معناه ان فرق جهد A يساوي فرق جهد B، لان ده بكل بساطه عباره عن في A ناقص في B. معنى كده ان جهد نقطه A يساوي جهد نقطه B يساوي جهد نقطه C يساوي اي جهد نقطه ثانيه على السطح، وبالتالي هنا السطح بياخد خاصيه رابعه بنسمي اي سطح بيرفكت الكتريك كوندكتور بنسميه ايكوي بوتنشال سيرفيس، بنسميه ايكوي بوتنشال سيرفيس او سطح الجهد عليه متساوي، ايكوي بوتنشال سيرفيس. يعني ايه بوتنشال سيرفيس؟ يعني فرق الجهد بين اي جهدين من اي نقطتين على السطح يساوي صفر، او كل الجهود على السطح متساوي. فدي خاصيه مهمه جدا. الكلام ده نفس الكلام ممكن تلاقيه في الايه، في السفيريكال كوندكتور. ازاي؟ انك انت عندك سفيريكال كوندكتور، اتفقنا كل الشحنات موجوده على السطح، الالكتريك جوه السطح بصفر، الكيو جوه السطح بصفر، كل الشحنات موجوده بره، الشحنات دي هتعمل مجال تمام، المجال الكهربي. لو انا وقفت عند نقطه ونقطه عايز اجيب فرق الجهد بين النقطتين، همشي هوصل بينهم بمسار واجمع الالكتريك فيلد في اتجاه المسار، يعني سي انا هتكلم في اتجاه سيتا، فانا عايز ارجع اجيب مركبه الاي سيتا واجمعها من نقطه A لنقطه B عشان اجيب فرق الجهد من A لB. طب واحنا دلوقتي في حاله الكوندكتور بالمنظر ده، كل المجالات بتاعتي موجوده في اتجاه R، يعني الشحنات موجوده هنا فبتطلع مجال في اتجاه R، وبالتالي ما عنديش مجال اسمه اي سيتا، وبالتالي فرق الجهد في اي بي يساوي صفر، وبالتالي في A يساوي في بي بالمنظر ده كده. تمام كده. ده طبعا بكل بساطه ممكن تستنتجه من جاوس، لانك دلوقتي لو انت عايز تجيب الفيلد بره فتروح تحط سطح جاوس نص قطره ايه، نص قطره ار، وتبدا تقول والله الالكتريك فيلد بتاعي مضروب في 4 باي ار تربيع، الكلام ده يساوي كيو انكلوز اللي هي عباره عن رو اس مضروبه في مساحه السطح، وليكن السطح ده نص قطره ايه، فعباره عن 4 باي اي سكوير، والكلام ده مقسوم على
ابسلون نوت ابسلون ار، وبالتالي شيل 4 باي مع 4 باي، وبالتالي الالكتريك فيلد طبعا اتجاهه اتجاه ار، لان هو المفروض الكروس برودكت هنا اي دوت دي اس او دي دوت دي اس، يعني اتجاه الفيلد اتجاه العمودي على السطح، وبالتالي الالكتريك فيلد عباره عن رو اس على اي تربيع على ار تربيع ابسلون نوت ابسلون ار في اتجاه ار، وبالتالي الالكتريك فيلد ملوش مركبه الا في اتجاه ار، وبالتالي مركبه السيتا بصفر ومركبه الفاي بصفر، وبالتالي في الفي اي بي مجموع اي نقطه فرق الجهد من اي نقطه في اتجاه فاي او في اتجاه سيتا او على السطح دايما يساوي صفر، وبالتالي ده بيسموه ايكوي بوتنشال سيرفيس. فمهم جدا تبقى عارف خصائص البيرفكت الكتريك كوندكتور اللي احنا قلنا عليهم، الخصائص اللي احنا قلنا عليها اللي احنا ممكن نلخصها تاني، البيرفكت كوندكتور المجال جوه بصفر، المجال على سطحه الاي تانجنشال يساوي صفر، والتي والتي والاي نورمال يساوي قيمه الرو اس على ابسلون نوت ابسلون ار في اتجاه العمودي. الحاجه الثالثه والمهمه الكيو انكلوزد بصفر والكيو بس موجوده اون ذا سيرفيس. الخاصيه الرابعه ان السطح بيسمى ايكوي بوتنشال سيرفيس، يعني فرق الجهد عند اي نقطه او فرق الجهد بين نقطتين يساوي كام؟ يساوي صفر. فدي خصائص البيرفكت الكترو كوندكتور مهم جدا. طيب تعال ناخد مساله بكل بساطة على الحكاية دي. فقال لي مثلا اكزامبل بسيط كده، يقول لي given عندي قيمة الفرق الجهد على سطح كوندكتور قيمته تساوي 100 في x تربيع ناقص y تربيع بالمنظر ده. فهو بيقول لي عند نقطة given and نقطة p equal to 2 minus 1 و 3 ده عبارة عن كوندكتور، وهنا في دايلكتريك، وهنا بيديني علاقة الـ V بتساوي الكلام ده، علاقة الجهد. عندي النقطة دي عايز الـ V وعايز الـ E وعايز الـ D وعايز الـ S على سطح الكوندكتور. سهل جدا أقول له والله عايز الـ V عند النقطة ده هي، فأروح أقول عند مطلوب الأولاني أحط الـ V بيساوي 100 X تربيع، يعني الـ X 2 ب 4 ناقص الـ Y تربيع ب 1، يعني الكلام ده يساوي 300 فولت. يبقى النقطة دي الجهد عندها ب 300. رقم البي عايز الالكتريك فيلد، فسهل جدا أقول ماينس جريديانت الفي، يعني الكلام ده يساوي ببساطة خالص أقول بارشال الفي بالنسبة لإكس في اتجاه إكس زائد بارشال الفي بالنسبة لواي في اتجاه واي، يطلع الكلام ده يساوي سالب 100 في 2 إكس في اتجاه إكس سالب 2 واي في اتجاه واي، وبالتالي ممكن اعوض عند نقطه البي فيطلع الفيلد بتاعي بسالب 400 اكس ناقص 200 واي بالمنظر ده كده. هتحط الاكس زي ما انت عارف ب 2 والواي تحطه بسالب 1 زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. فلحد كده جبنا الالكتريك فيلد، لحد كده مفيش مشاكل، عارفين الفي نقدر نجيب الاي. طبعا الدي اللي هو طبعا عباره عن ابسلون نوت في الاي، فالابسلون نوت عباره عن 8 85 في 10 باور ماينس 90 طبعا مضروبه في الاي تمام، يعني الكلام ده لو انت حسبته هتلاقيه بيساوي سالب 3.45 اكس ماينس 1.771 في اتجاه واي نانو كولوم على الميتر تربيع. استيل عندي ناقص اخر حاجه اللي هي الرو اس، فالرو اس طبعا اقدر اجيبها ازاي من الدي. فالالكتريك فيلد ده، الالكتريك فيلد ده على السطح الفاصل بين الانترفيس، فلازم يكون عمودي. يبقى الالكتريك فيلد ايا كان هو اتجاه العمودي، يبقى ده اي ان، وبالتالي يبقى الدي هو الدي ان، وبالتالي الرو اس هي تساوي دي ان. فالرو اس هنا طبعا ليها كذا كومبوننت، فهناخد المودلس بتاع الدي وناخده المودلس بتاعي، فيبقى الكلام ده يساوي الجذر التربيعي ل 3.54 تربيع زائد 1.771 الكل تربيع، فيطلع الرو اس بتاعتك قيمتها بتساوي 3.96 نانو كولوم على المتر تربيع، هي دي قيمه الرو اس. فتبقى مساله سهله جدا، تبقى عارف ازاي لما يكون عندك بيرفكت الكتريك كوندكتور تبقى عارف خصائصه، لما يكون على انترفيس بينه وبين دايلكتور تقدر تحدد عند اي بوينت قيمه الكتريك فيلد، قيمه الالكتريك ديسبيسمنت فيكتور، قيمه الرو اس او قيمه توزيع الشحنه على السطح. اتمنى تكون الليكشر بسيطه وسهله وفهمتوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.